أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا النكال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا النكال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد استغفروا ربكم ثم توبوا يا ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا بما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرثي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء الذين ظلموا الصحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا قلت لمدين كما بعدت ثمود ولقد صنع موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا قامه يوم القيامة فأورثهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الورد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم على تدبير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد إن في ذلك لآية لمخاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود
يعلم نسل لا بإذنه أمي خشقي وسعير هام الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي جنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء سبق بربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد ولكل لما ليوفينه ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا بما نجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك قرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وثم كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون إنا منتظرون ولله رب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ألف لام را تعملون ألف لام را تلك آيات كتاب مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما
إن بلال في ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا ببعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات جب يلتقط بعض السيارة كل فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأملنا على يوسف وإنا له لناصحون. أصير معنا قد يرتعي ويرحب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحسنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب وأجمع الغافلون. قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات جب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء أن يبقون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كثير. قال فسولت لكم أنفسكم والله المستعان على ما تصفون. وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى يا هذا غلام. وأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشره بثمن بعض الدراهم مهدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي شراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه بتأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت جئت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد هم فيه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وسبق الباب وقد قميصه بدبر وألف يا سيد هذا الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا لله أن يسأل أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفس
نفسه قشغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما الصابرين. قال رب السجن أحب إلي بما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال لا خر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه لا نبثكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خيرنا بالله الواحد القهار. لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها إنا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربي فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا فاحذرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة لنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدت فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي
دنيا كلما قدمت لهن إلا قليلا مما تحصيران. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يمات الناس وفيه يحصيران. وقال ملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قل حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز لا ما حصحص الحق أن راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخذه بالقلب وأن الله